لما حاول يعني الرب أمر أنه يذبح ابنه، هو فعليا في قلبه كان عاوز يعمل هذا الإشي، لكن الرب يعني الرب اللي وقف واستبدل ابنه طبعا في كبش. فهذا النوع من الإيمان عمل، يعني فيه عمل. عندي سؤال مرات فكرت فيه في موضوع لما إبراهيم أخذ إسحاق، لأن الله بيمتحن إيمان إبراهيم، وأخذ إسحاق وحطه على المذبح. هل إبراهيم يعني لغاية هنا نجح في الامتحان؟ نجح تماما 100%. المفروض ربنا يسقف لإبراهيم يقول له برافو عليك، أنت نجحت في الامتحان، يلا تفضل خد ابنك وارجع. لكن لماذا فتح الرب عيني إبراهيم، رفع إبراهيم عينيه ورأى كبش ممسكا بقرنيه في الغابة؟ ليش؟ موقف غريب، مش بيمتحنه يشوف هل قلبه بالكامل أمام الله؟ نعم. طب نجح إبراهيم لغاية ما حط إسحاق على المذبح، يبقى المفروض يبقى يديله درجة الامتياز، تفضل ارجع بالسلامة. لكن لماذا وجد له فداء إسحاق؟ الله ما يغيرش كلامه. الحاجة التانية، لأن إبراهيم كان فيه علاقة عهد بينه وبين الله، ولأن إبراهيم كان نبي، الرب قال عنه أنه نبي، يعني عنده روح النبوة. فإبراهيم وهو بيقدم إسحاق ابنه، هو كان فاهم أن الله هيرسل ابنه ويقدمه ذبيحة ويموت ويرجع حي، عشان كده وجد كبشا ليقدمه ذبح عظيم عوضا عن إسحاق. وأنا وإنت والعالم كله وجدنا في المسيح هذا الذبح العظيم.